أقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة المركز، والذي يبلغ عددهم 208 طالبا وطالبة، وذلك بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بجامعة البحرين بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر على أهمية تدريب وتأهيل الشباب البحرينيين وتزويدهم بكل الإمكانات والقدرات والخبرات لمنحهم المجال الكافي لإطلاق طاقاتهم، بجانب رفض مختلف القطاعات في الجهات الحكومية والخاصة بالكوادر البحرينية المؤهلة التي تمتلك كافة مقومات النجاح، الأمر الذي يضمن للمملكة تعزيز موقعها الريادي وتطوير مختلف أركانها، هو ما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والداعية دوما إلى تطوير منظومة الشباب والعمل على تدريبهم بصورة مثالية وإعطائهم فرصة الإمساك بزمام المبادرات التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة. وبين سموه أن البحرين تؤمن أنه لا يمكن بناء منظومة شاملة لتطوير كافة قطاعات المملكة والوصول إلى التنمية الشاملة دون شراكة حقيقية مع الشباب وتأهيلهم وتدريبهم بصورة علمية وتزويدهم بالخبرات العملية والعلمية المبنية على واقع المملكة واحتياجاتها في المرحلة المقبلة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يقوم بدور فعال جدا في المرحلة الحالية من خلال استقطاب نخبة من شباب البحرين لتدريبهم وتعليمهم وإعطائهم خبرات عملية وتوجيههم نحو الإبداع والعمل الحرفي الجاد وتخريج كفاءات وطنية على مستوى عال من التميز والمهنية. وهنأ سموه الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم بهذا النجاح الذي حققوه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، ومشيدا في ذات الوقت بجهود وزارة التربية والتعليم. وخلال حفل التخرج ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة رحب فيها بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا الاحتفال الذي يأتي تأكيدا على نجاح المركز في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ضمن الرؤى السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يؤكد جلالته دائما على ضرورة العناية بالشباب البحريني. وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر للاهتمام بهذا المركز المتميز، بذلت وزارة التربية والتعليم جهودا كبيرة لاستيعابه ضمن المنظومة التعليمية والتدريبية الحكومية وتطوير أدائه، منذ أن أصبح تحت مظلتها من خلال العديد من الإجراءات الفعالة. وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة قد أسهمت بصورة فاعلة في تطوير أداء المركز ومخرجات طلبته، والدليل على ذلك ارتفاع نتائج الطلبة الخريجين هذا العام وحصول أغلبيتهم على نتائج مشرفة.
خبرات مهنية متنوعة تنطلق اليوم لتبدأ رحلتها العملية بعد أن أنهت مرحلة دراسية كانت مليئة بالتحديات. فها هو الفوج الثاني لطلبة مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يرسم خطا عمليا لمستقبل أكثر إشراقا ليكونوا مساهمين وبشكل فعال في المسيرة التنموية لوطننا العزيز. هذا المركز يشكل إضافة إلى التعليم الفني في مملكة البحرين، لذلك الوزارة تحرص كل الحرص على التنسيق بين المركز والمؤسسات القطاع الخاص، وقبل ذلك أيضا المدارس الصناعية ومعهد التدريب وبوليتكنيك البحرين وكلية التعليم التطبيقي في الجامعة، لأن احنا كوزارة التربية والتعليم نجد أن هناك إقبالا كبيرا على الاتجاه إلى التعليم الفني، وهذا هو اتجاه الوزارة. حوالي 37% من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون إلى هذا النوع من التعليم، لذلك تولي الوزارة اهتماما كبيرا. وفي الواقع المركز اليوم أصبح علامة بارزة في مسيرة التعليم والتدريب في مملكة البحرين. احنا حرصنا أن تكون شهادات المركز لها اعتراف، وبالتالي هذا يشجع الطلبة وأولياء أمورهم للالتحاق بهذا النوع من التعليم. مركز مهني وتدريبي متكامل احتضن أحلام اليافعين وهيأهم على يد نخبة عملت على إعدادهم وتعليمهم ليكونوا مؤهلين وقادرين على القيام بواجبهم في إكمال مسيرة البناء بتميز مشهود. والله هذا ساعدنا في وايد أشياء، مثل طورنا في الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وهو أعطانا عشان نطور من عمل اليد مالنا، ودونا ترينينج شهر ونص تقريبا، وزعونا على كل مصانع البحرين مثل بابكو، ألبا، جرامكو وفامكو، ومن هناك كنا نسوي ترينينج ونتعلم حق الخبرة حق الحياة. وأنا حلمي في الحياة أن أصير مهندس ميكانيكي عن النفط الصخري، هاي لأن البحرين تستفيد من النفط بشكل وايد وجيز. المركز الحمد لله أنه يهيئنا على الأمور هذه بحيث أنه يسهل لنا التخصص اللي باخذه، وإن شاء الله أنا راح أدرس هندسة ميكانيكية بإذن الله، والله منها التوفيق. طموح أولياء الأمور وإيمانهم المطلق بالتعليم المهني لم يثنهم عن إدخال أبنائهم في هذا المركز لثقتهم العالية بأن المستقبل غير مرهون بالتعليم الأكاديمي فقط، بل قد يكون التعليم المهني مكملا له في عدد من التخصصات العملية. أتوجه بالشكر الجزيل للشيخ ناصر نصير الشباب وعلى حضوره هذه المتميز. ويوم ما فكرنا ندخل ولدنا في المعهد كان عندنا إيمان قوي أن المعهد هذا راح يلبي طلبات يعني تطلبات العصر، مواكبة العصر في المعلومات والتقنيات الجديدة. وإن شاء الله إن شاء الله يكون هذا تخرج ولدي والجميع يكون فاتحة خير على البلد. صار هذا المعهد الذي نأمل كما عودونا دائما أن يكون منصة علم ومنبر لتخريج الدفعات التي تساهم في بناء نهضة البحرين، تساهم في إقامة صروح علمية أخرى في هذا البلد العريق. في مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني تم تصميم برنامج تعليمي على أعلى المستويات يهدف إلى استيعاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو الإبداع والعمل الحرفي الجاد وتخريج كفاءات وطنية على مستوى عال من التميز والمهنية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.